لاباس من 2 للجمعة من 5 ل 7 متاع العشية مع نوفل لورتين. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في ديما لاباس على ديوان اف ام. ديما لاباس هذه الحصة اللي تحاول تلخص لكم أهم الأحداث اللي جات توا 5 و12 دقيقة، نقعد معاكم حتى للسبعة. تحية لزملائنا في قسم الرياضة، قديش الرياضة تطلب نقاش، وتحية لهم صراحة استمتعنا معهم. وليد الزين وي. اهلا وسهلا بك، سمح لي باش نرحب بكم حسب ترتيب امير الشعراء البارح. ها اي تفضل. مرحبا بك مرحبا سي لو، خلينا نعمل وصله للصمت الفيديو ونرجع تخلطوا لي. شنو احوالك سي وليد؟ اش من احوالك سي نوفل؟ مرحبا سادة المستمعين، مرحبا الناس الكل، ان شاء الله نعديو امسيه خفيفه الظل عليكم. عندي نكته على وليد الزين. انت خفيفه؟ عندي نكته على وليد الزين. ولد زين مرته قالت له عزيزي في عيد الحب نحبك تهزني لبلاصه فارغه ماهيش معبيه، نحب نقعد انا وياك وحدنا. خمم خمم هزها المسرحيه سفير الدهش. اصلا ما فهمش مسرحيه مش فارغه هكا، ما فهمش حد ممثلين، ما فهمش ديجا ما فهمش معروف. انت الثالث عيد الحب، انت الثالث. لا ثانيه اي انا نحكي خطوه انت فيش تقول اقعد ساكت ما تنجمش. رباب مرحبا بك. عسلامه نوفل، عسلامه سفير وليد. وليد رباب ما لحقتش بالرشوه. ايه رشوه شنو؟ مرحبا رباب باش نحوي. تعرفوش بالتصافى الحمد لله لاباس. في المرتبه الثالثه سفيان الدهش الملك، تقعد الملك. السلطان مش حتى شك، انا نعرف قيمه شعري ونعرف قيمه الكلمه اللي يقولها وكيف شفتوا الله كلمتي برك قلت في تونس فهمتي ولا خاضت بلاد كامله خاضت معناها الوطن الحمد لله ربي باش تعرف كلمتي قداش تمس وقداش معناها فيها شنو معناتها انت تو تشك في المصداقيه نتاع الساده المستمعين مش مستمعين انا نشك في الفار الشاد الفار غلط سفيان طاحت بيه ولا يتوحش في دادك دادك شو الدنيا هيك احنا قعدنا الفيلم عرف عايزين كوب دافريك يلا في المرتبه الرابعه والمتوقع بليل الحمد لله خلطت الدور. مرحبا بليل. مرحبا نوفل، مرحبا بالناس الكل. الحقيقة سفيان معناه قعد يحكي على الأطلال، الله غالب سفيان هذيك الدنيا فهمني ولا كل من عليها فين تقدم ما تقفش أكيد متوج البديل معناها جاي أنا تعرف أنا حاسس شو عمل لك، عمل لك الفصل 80 جمدك غالب جبت في جبت في المركز أنا مش أنا باش نحلو مش نحلو حل هذه حاضر في قرارات يلا نبداو دونك بشوية فيديوهات قبل ما نمشيو الفاصل الشهري ولا نمشيو الفاصل الشهري قبل سي الحبيب فوالا نمشيو فاصل الشهري وبعد الفاصل الشهري نرجعوا لكم. هذه ديما لاباس تسمعونا في